جه وقت المعلومات والاخبار والكواليس المهمه جدا واللي هنتكلم عليها واللي هنعرفها النهارده من الكاتب الصحفي الكبير جمال العاصي اللي بيتعامل بفكر لغايه دلوقتي رغم خبرته واسمه الكبير جدا في الصحافه والصحافه الشامله، لكن لا يزال بيتعامل بفكر ان هو لسه بادئ صحافه، وبتلاقي متواجد عنده معلومات دائمه ومستمره في كافه المجالات مش في الكوره والرياضه بس. استاذ جمال، ازيك يا عم اسلام؟ ربنا يستر. عامل ايه؟ ليه ربنا؟ والله يا عم اسلام انا محتجب وبطلت اطلع، وبس باجي قدامك بقى بضعف. عامل ايه؟ لا ما ينفعش يا ريس قدامك ما تطلعش يعني. لان لازم نستفيد منك، وارائك مهمه جدا لانها تستند الى معلومات كمان، مش وده الاهم يعني. ما هو المعلومات دايما ما بقتش دلوقتي في الوقت الراهن في الوسط الرياضي ما بقتش هي المعيار لحاجه. يعني المعيار الامزجه العامه. المزاج العام هو اللي بيحدد كل حاجه، مش المعلومات ولا الاجاده ولا الاتقان. المزاج العام بيحركه دلوقتي السوشيال اكتر ما بيحركه المنابر الاعلاميه. ودي كارثه كبيره لحد دلوقتي للاسف الشديد. حتى المنابر الاعلاميه المتعدده بدات تلجا تعتمد على السوشيال اكتر ما تعتمد انها تقدم معلومات. يعني ممكن السوشيال يرمي لك حاجه وكانها معلومه والاعلام هو اللي بينشرها. كان الاول عكس، يعني الصحفي بيجتهد يجيب معلومه يذاكرها يقدمها، المتلقي ياخدها، بقى الموضوع معكوس. عشان كده في السوشيال ميديا قلبت الموازين. طبعا طبعا قلبت الموازين، لان الناس القيادات اللي هي الرياضيه في مصر ما بقتش تستحمل، عايزه تراضي وعايزه تعيش. يعني العمل التطوعي في مصر اتحول لحاجه غريبه جدا. انت جاي تعمل عمل تطوعي، فالمفروض اللي هي العمل التطوعي ده يعني منزه، مش فارق معاه، وجاي يقدم خدمه يتبرع بوقته وجهده وعرقه وفلوسه عشان يخدم المكان اللي هو بيحبه، سواء اهلي، زمالك، اتحاد كوره، اسماعيلي، الى 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 اخره. انما دلوقتي بقت تحس ان الكراسي دي يعني فيها بريق احنا ما نعرفوش، لدرجه ان انا اقول لك على حاجه بس انت مش هخلص منك النهارده. انا فكرت اعمل جرد على مدار 30 سنه لثروات رجال العمل التطوعي في مصر اللي في الرياضه. طبعا. انا قلت طب بعمل ايه سيرش كده واجيب كل اللي اشتغل في العمل التطوعي اللي هم عملوا ثروات ضخمه، هل عملوا من شغل ولا من العمل التطوعي؟ فعشان كده لازم نلغي فكره العمل ما اسمهوش تطوعي، اسمه العمل الارزوقي. واخد بالك؟ العمل الارزوقي، لدرجه ان انا لقيت اسماء كتير قوي عواطليه وشغلتهم ها المهن بتاعت العمل التطوعي دي. ان بعد مجلس اداره مش عارف فين، مدير اداره مش عارف فين، فين تعمل ايه في اتحاد الكوره، وفجاه دول بقوا اهل الثروه. بس جايز هم بيبقى عندهم حاجات خاصه. ما احنا عارفين هم اللي عايشين. لا احنا عارفين يعني الناس كلها. احنا بنقول ايه؟ انا بتكلم بلسان ال لا انت بتتكلم بلسان غايب. ما انا عارف انت راجل اصلك يعني من ملائكه النقد الرياضي في مصر. عشان كده يعني ما ربنا يجعلنا من الملائكه. ده ضد شيطنه الشغل. بس انا بتكلم ان في اسماء لو عملنا ثروات رجال هتتحط. عشان كده ايه؟ انا كان نفسي السوشيال ما بقاش مؤثر كده. السوشيال يعني هو اللي مشى حسام البدري؟ جزء كبير صنع حاله راي عام جريت وراه الامزجه في الفضائيات وتوجيهات بقى الفضائيات اللي هي الرياضيه برضه كان ليها امزجه. لان ازمه حسام البدري انه خارج من رحم الخناقه. يعني بمعنى ايه؟ حسام جه البدري في طرح يقول لك هيجيبوا ايهاب جلال مره، يقول لك حسن شحاته مره، ومره قالوا حسام حسن مره، واخد بالك؟ وفجاه كل ده ما حصلش وجه البدري. فاتكونت بؤى الغضب. البؤى الغضب دي جه حسام البدري يشتغل انتي كل دول، زي اللي مع كروش دلوقتي. يعني كروش دلوقتي عنده مشكله كبيره جدا، وانا قلتها اول ما مشي حسام البدري، قلت له يا جماعه بلاش حسام البدري يمشي، خليه يكمل لحد
السودان، لا اما اول ما قلت عصام بدري ماشي بكره تقول وبديلا لقاعده عصام بدري والبديل فلان قبل ما تكون بقى الغضب. هم سابوه برضه يومين على طول. كل فرقه اشتغلت وكونت نفسها وسنطرت وهتبدا تشتغل بقى. فخلاص بقى ما النهارده زي اللي اشتغل على حسام بدري بالظبط. هتبدا بقى ايه من النهارده ايه، هتلاقي بؤر الرفض تشتغل اللي هي بؤرة يعني انت شفت مثلا حاله، انا حاله ما كنتش متوقعها مثلا لحسام حسن. رد فعل لحسام على حسن على السوشيال ميديا ما شفتوش خالص قبل كده. ان ايه وناس قريبين مني واخد بالك كانوا على يسار جدا كانوا ضده، لقيتهم بيتكلموا لي هو الحل في الشارع، ناس كتير قوي شفتها. طيب انا بقى هسالك، وبعدين شفت انا هسالك حسن شحاته في 36 خلينا هنروح طبعا لحسن شحاته، لكن حسام حسن هو الحل فعلا؟ كان هو الحل؟ طبعا. مش كيروش؟ لا لا، في الوقت الراهن انا عجبني مداخله الكابتن رضا ابو في حاجه واحده، انه قال ان جمال عاصي ان جمال عاصي من شبرا. لا مش كده، هو طبعا نجم النجوم رضا معان، ده رضا معان احنا يعني بنمشي جنبه عشان نتعرف. لا لا، فاما يجي رضا قال كلمه كويسه، قال لك هو جاي على ايه؟ لا جاي على دوري ولا على ماتشات ولا فترات اعداد ولا 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 ولا، هو جاي على ايه؟ على فيديوهات. هيتفرج على فيديوهات بنجد هيساعده شوية، وطبعا وضياء السيد هيساعده واخرين هيساعدوه، واخد بالك؟ فهو بيتكلم صح، يعني هو رضا دي بيتكلم صح. انت كان لازم بسرعة 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 تقول إقالة كذا وتعيين فلان تعيين وطني ولا اجنبي قصدك؟ ما دي بقى حسب بقى رؤيتهم. المشكلة حصلت في الوطن دي، في حصل أزمة، هم كانوا يعني والله العظيم قول مش هينفع كل حاجه تتقال، ما ينفعش كل حاجه تتقال. كل اللي ما نعرف مش كل يعني، هو كان في وطني ومتفق عليه الى حد كبير. في وطني شعباوي اللي هو حسام حسن، في وطني حكومي متفق عليه. الجزء بتاع الكابتن حسن شحاته ده كان ماشي، الجزء بتاع حسام وميدو دول كان سكه برضه ماشيه. ميدو ميدو ايه بقى؟ ميدو كان هي مدير اداري المشروع يعني، لان ميدو عنده امكانيات. انت عارف ميدو ده مشكلته ايه؟ انه متعدد المواهب. الناس مش عارفه كده. لا، ازمه ميدو الحقيقيه انه متعدد المواهب. بيفكرني بمنير مراد، هذا الفنان العبقري كان ملحنا وكان طبعا مطربا وكان مقلدا وكان ممثلا، ومن كتر مواهبه المتعدده ما بقاش نجم شعباوي، بقى نجم نخباوي. ليه؟ فميدو نفسه كان لازم يطفي جزء من نجوميته. بمعنى ايه؟ طب هو كل ما بيشتغل انت موهوب في ايه؟ في التدريب. نقل بقى موهوب جدا في الميديا، انا فوجئت بيه مثلا في الاعلام، فوجئت ما كنتش متوقعه كده خالص. في الإدارة بيفهم، في الكرة العربية بيفهم، لازم يركز في مشروع لأن هو كادر. أنا أؤمن إن ميدو كادر مهم جدا، لو مسك اتحاد الكرة يبقى حاجة جامدة، لو مسك نادي الزمالك يبقى حاجة جامدة، لأنه عنده جرأة بمعلومات، وهو كاريزماتيك، فيه عيوب وفيه مزايا. يعني بلاش إيه نتكلم في ميدو، لأن أنا هستغرق في ميدو شوية، لأن هو كاريزماتيك، عنده عيوب وعنده كل اي حد عنده كل كل الشخصيات في شخصيات فلات لا فيها عيوب ولا فيها يعني زي. ما شفتش ميدو في القعدات الخاصه بقى. لا انا ما مش هتمسك نفسك من هو مش صاحبي اساسا. لا انا طبعا اعرفه من ايام لما كان محترف، انا مراقبه من زمان، فبالتالي لا دمه خفيف. انا مراقب ميدو من زمان، لكن انا بتكلم على مستوى اللعيب المتمرد، لكن على مستوى طبعا المهني انا متفق معاك. لا، اللعيب المتمرد ميدو شايفه من بدري، اللعيب المتمرد اللي هو صنع نفسه بقوته بعنفوانه بشخصيته بالمهجر، الوحيد اللي استحمل المهجر وهو سن صغير. الوحيد من افضل الناس اللي حرتت ارض الاحتراف في مصر هو واحمد حسن، في مجموعه كبيره طبعا، ووزدان وهم دول، وزدان وعبد الظاهر السقا وايمن عبد العزيز، ناس دي حلتت ارض الاحتراف طبعا.
ده بقى كان اقوى واحد في ايه؟ انه تنقل تنقل. عارف مين ده لو جوه مؤسسه او منظومه بتحميه؟ كان بقى اعظم من اعظم عظماء اللعيبه. انا شايف ان محمد صلاح هذا النجم الخارق استفاد، هو ابن ولاده هذا الحرد الكبير. هو استفاد. تخيل لو كل دي بقى فيها منظومه ما بتبقاش بالبخت والصدفه والاجتهاد. لو مصر عندها منظومه، او الرياضه بتوع اللي بيديروا الكوره دول في مصر عندهم منظومه كامله للصعود بدل الصدفه، ها البلد دي تروح في حته ثانيه خالص، تاني حته خالص الاحتراف. كواليس تعيين كيروش، انت قلت كل حاجه. لا انا ده انا ما قلتش 1% من اللي عندك. والله انت قلت كل حاجه. بعد الفاصل هروح للاستاذ جمال عاصي وهنقول كواليس جديده في اقاله حسام البدري وتعيين كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب. بعد الفاصل في كواليس غريبة في اختيارات طبعا، او في اختيار كيروش المدير الفني للمنتخب ولا ايه؟ برضو انت تاني براحتك. لا هو كانت مفاجأة طبعا اقالة حسام البدري. انا هقول لك على حاجة، انا كلمت الكابتن حسام بقول له اعمل حسابك ان انت ايه خلاص مش هتكمل. ده قبل الجابون ولا بعد الجابون؟ لا بعد الجابون. بعد الجابون قلت له خلاص انت يعني ايه مش هتكمل وبتاع ومش عارف ايه، والقرار بتاخد يعني. قال لي قرار ايه؟ ما حدش كلمني. قلت له لا هيكلموك. قال لي ليه؟ ده انا طالع اول مجموعتي كاس امم، والحمد لله انا دلوقتي برضه واخد 4 من 6 اول قبل ما ليبيا تقفز المركز الاول. ماشي كويس يعني مفيش حاجه، واللي جاي هيبقى اسهل على اساس ايه؟ انا خدت المبادئه واستعملت اجهاد اللعيبه واستعملت تعبهم، واللي جاي وانا بكلمه احمد مجاهد دخل على الخط كده كلمه وبلغه. استنى ده احسن احمد. قال له بقى ايه قدم استقالتك. قال له عايزين نخرج ونطلع مش عارف ايه وقدم استقالتك مش قدم. قال له قدم استقالتي ليه يعني؟ في ايه انا عملته عشان اقدم استقالتي؟ انا راجل ماشي كويس ومش قدم استقالتي. فبدا المواقع في ساعتها بدات تكتب ايه؟ اقالت. لا بداوا يكتبوا ايه؟ البدري يرفض الاقاله او استقالته تقديم استقالته على الكوره. حصل الصراع بعدها بدقيقه، من ينتصر على من؟ مين اللي هيسيد نفسه في الاعلام؟ يرفض راح اتحاد الكوره بقياده المهندس عم جد راح مطلعين ايه؟ قرار إقالة أحمد مجاهد. لا إقالة حسام البدري، قصدي حسام أحمد مجاهد ما حدش يعرف يقيله. لا ده أسهل حاجة في الدنيا دي. ممكن ما تجيب لنا صورة تانية غير حسام البدري يعني؟ هو أنتوا لازم تجيبوه مكشر ما هو انطباع يعني الانطباع السائد على فكرة حسام البدري دمه خفيف جدا يعني، الناس بس القريبة من يعني البعيدة عنه ما تعرفش. هو المفروض المدرب على الخط يبقى بلياتش يعني. كل المدربين بيبقوا عصبيين يعني. ما اتفرج على استاذ مجيد قام جايب لك صورة برضو تانية مكشر. لا مكشر نص ده يقول لك ما عندناش الا كده. فالمهم ايه يعني كابتن حسام البدري زعل يعني. طب حتى اللي زعل اكتر ايه بقى؟ ان خلاص المدرب مشي، واخد بالك؟ ما تنفعش بقى ايه نطلع نقول اصله كان راح كندا يوم ونص، واصله غاب عن الحصه الاولى، واصله الراجل يعني خلاص بقى. عايزين دايما مصر تمشي ايه في طبقا لمعايير وقوانين ولوائح. خلاص هو مشي ما تقعدش بقى تقول اصل هنخسر. انا زعلان من طيب الموضوع. انا عندي سؤال وتجاوبني بمنتهى الامانه، وانت راجل امين طبعا يعني. هل حسام البدري بيدفع ثمن تولي رئاسة فريق العمل لنادي بيراميدز خلال الفترة السابقة؟ هل لسه بيدفع الثمن؟ لا بيدفع ثمن كتير، حاجات كتير. مش بيراميدز بس. بيراميدز والخصام، وبيدفع الثمن ان هو يعني راجل لا يجيد فنون صناعة هالة إعلامية لنفسه. وهو الكابتن حسام برضه أخطأ خطأ كبير، وإحنا اتكلمنا فيه، إن هناك فرق أن تكون مديرا فنيا للنادي الأهلي وأن تكون مديرا فنيا للمنتخب. الأهلي عنده عزوة
وعنده مجلس إدارة وعنده ظهير جماهيري شعبي كبير وعنده سوشيال وعنده إعلام وعنده خمسين أنت بتشتغل بس بتشتغل بس ما أنتش فاهم أنت بقى في اتحاد الكورة لازم تعمل هاندميد لازم تعمل فرقتك ومشروعك وانت جد الكابتن حسام كنت دايما اكلمه كان يقول لي النتائج هتغطي كل ده انا هنجح وهكسب وهفوز وهنتصر واول ما اكسب ما حدش يقدر قلت له لا المكسب وحده لا يكفي في صناعه الهاله او المحبه او التواصل لان الناس عندنا بتحب اكتر من النتائج يعني مش فارقه معاها النتائج اكتر لو حبت واحد تدافع عنه انا عايز اقول لحضرتك ان انا قريت مقاله لاحد طبعا الصحفيين بعيدا عن الرياضه او اللي ما لهمش علاقه عن بس عامل مقاله عن تكشيره حسام البدري يعني ملوش دعوه بقى بالبطولات اللي خدها حسام البدري مع النادي الاهلي ملوش دعوه بان هو وصلنا امم افريقيا احنا بنبحث طول الوقت احنا بنبحث طول ما اول السوشيال اتعمل وبقى معانا تليفون وكل واحد بقى رئيس تحرير نفسه احنا بنبحث على الخطيه احنا تخيل ان احنا عمرنا ما بنبحث عن فيها حاجه حلوه ولا انجاز ولا حاجه كويسه عشان كده في مصاعب كتير يعني في مصاعب كتير في حياتنا انما من الاخر يعني كروش هيلاقي نفس شويه ازمات من اللي شافهم حسام البدري اللي هي ايه الفرق التي كانت مرشحه بالتفصيل يعني كان حسام حسن بقى مطلب شعباوي طب هو احنا لغايه وما جاش ولا نفسي اللي بيرفضوا حسام حسن بالذات يراجعوا نفسهم شويه يعني نفسي يراجعوا نفسهم شويه في ايه الناس بتاخد انطباع في الكوره مثلا لما تيجي تتكلم حد مسؤول في الكوره يقول لك لا 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 حسام لا ليه يقول لك اصل هو سنه مش عارف ايه اتخانق مع مين وسنه ايه يا عم كان زمان كان عنده 20 سنه دلوقتي عنده 50 سنه فالموضوع اتغير يعني انت النهارده ما تقعدش تحاسبني طول الوقت عن فتره تهوري عن فتره شبابي حاسبني بالوقت الراهن يعني حسام حسن بيتحاسب حساب غريب جدا بيتحاسب على مدار سنين كلها لو كان اتخانق مره ولا مرتين ولا اي حاجه فبيتحاسب عليهم انا نفسي اتخانق مع لما كان في المصري وهو عنده وبرده يعني من قريب اتخانق مع مصور يعني ووقع شهيره وحضرتك عارفها يعني برضو كان مدرب ما كانش لاعب انا بقول لك الناحيه الثانيه بتفكر يعني الناس بتتكلم فيه هم يعني مش عايزين عشان لما كان مصور لا ما انت عارف تداعيات القصه مش هينفع تتقال على الهواء ده رقم واحد ضحكت ليه؟ لا ماشي نمرة اتنين لا انت اللي عايزني اقول اقول لا براحتك يعني والله براحتك كل حاجة وتبقى اخر معرفتنا لينا لو انت تبقى اخر معرفتنا ببعض لا لا ما اقدرش انت عارف انت بالنسبة لي ايه يعني انت راجل استاذي وانا بحترم حضرتك يعني رقم اتنين برضو وقت ما كان مدرب انا بكلمك بقى وهو عنده بقى مدير فني مش لاعب يعني مش هقول لك التيشيرت ومش عارف ايه لما كان لاعب وتيشيرت لكن انا بتكلم في حاجه بقى مهمه جدا ان هو لما بقى مدرب لا كابتن استاذ جمال عنده مشاكل كابتن ابراهيم حسن لما كان فتره من الفترات مدير للمصري برضو كان في مشاكل يعني كان الكوره لعبت الشغب على فكره الكوره اتخلق منها مشروع الشغب بشكل عام يعني هات مدربين العالم كلهم هتلاقيهم برضه عندهم نفس هطلع فاصل ونحاول نجيب الكابتن حسام او الكابتن ابراهيم يدخلوا معانا طبعا ينورونا ويشرفونا طبعا بعد الكلمتين اللي قلتهم دول مش هيدخلوا اطلع فاصل ونرجع نتكلم أصبح البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب المصري ليكون بديلاً لحسام البدري واللي رحل عن منصبه بعد التعادل في مباراة الجابون الأخيرة دخل عالم التدريب مباشرةً بعد عودته مع والديه للبرتغال عن طريق إشتريل كمساعد قبل ما يتدرج ويصبح مدرب لمنتخب الشباب عام 89 ونجح في قيادة جيل بيضم لويس فيجو وراي كوستا وغيرهم من نجوم البرتغال في التسعينات ومطلع الألفية للفوز بمونديال الشباب مرتين متتاليتين
تحول بعدها لقيادة المنتخب الأول، لكنه ما نجحش في الصعود ليورو 92 أو مونديال 94، ليرحل لسبورتينج لشبونة ومحققش نجاح يذكر هناك. وبعد تجارب مشابهة في اليابان وأمريكا، عاد كيروش للمنتخبات من جديد ودرب الإمارات ثم جنوب أفريقيا وقادهم للصعود لمونديال 2002، لكن الخلافات مع الاتحاد هناك خلته يستقيل قبل كأس العالم. عاد من جديد كيروش عام 2008 لتدريب المنتخبات ليتولى مسؤولية البرتغال بعد الفشل في يورو 2008، وصعد بهم للمونديال بعد الفوز على البوسنة في الملحق، لكنه قدم أداء سيء في البطولة بعد ما سجل في مباراة واحدة فقط من أصل 4 لعبها، وكانت أمام كوريا الشمالية بنتيجة 7-0، لكنه تعادل مع كوت ديفوار والبرازيل سلبياً ليصعد ويواجه أسبانيا في دور الـ16 وفاز الأخير بهدف. نجح في قيادتهم للتأهل لمونديال 2014 قبل ما يودع الدور الأول بالخسارة من البوسنة والأرجنتين والتعادل مع نيجيريا. كمان فشل في بلوغ نصف النهائي في كأس أمم أسيا مطلع 2015 بعد الخسارة المثيرة أمام العراق بركلات الترجيح 7-6 بعد ما تعادلوا 3-3. كيروش استمر في إيران وتأهل مع المنتخب لكأس العالم 2018 رغم بداية تلك الرحلة بمتاعب بعد تقديم استقالته في 2015 بعد خلافه مع الاتحاد هناك، ولكن البرتغال استمر وتأهل لكأس العالم دون هزيمة، بل فاز على المغرب في الجولة الأولى من كأس العالم قبل ما يخسر من أسبانيا 1-0، ويقدم مباراة عظيمة أمام منتخب بلاده ويتعادل 1-1 في اللحظات الأخيرة، ولكن تعادل أسبانيا مع المغرب منعه من التأهل للدور النهائي. استمر كيروش مع إيران بعد الأداء الجيد، وكان من المتوقع أن يحصد لإيران أول بطولة قارية منذ 67 في كأس آسيا 2019، وكانت مسيرته مميزة لنصف النهائي، فخسر من اليابان 3-0 وودع البطولة، وودع منتخب إيران بنهاية البطولة. وفي فبراير 2019 تولى كيروش تدريب منتخب كولومبيا كأول مدرب أوروبي إفريقي يقود منتخب أمريكي جنوبي، ومع كولومبيا ودع كوبا أمريكا 2019 أمام تشيلي بركلات الترجيح، وبدأ التصفيات الحالية مع كولومبيا وفاز على فنزويلا وتعادل مع تشيلي، لكنه خسر على أرضه من أوروغواي 3-0 ثم من الإكوادور 6-1، ليرحل من تدريب اللوس كابيتروس في ديسمبر 2020. كيروش توليه لتدريب المنتخب الوطني في كواليس كتير. أستاذ جمال، هل فنجادة كان ليه دور طبعا في اختيار كيروش؟ انت عارف بنجادة واكبر من في السن شويه من كيروش. هما الاثنين بيدرسوا في اكاديميه واحده في البرتغال، يعني اصحاب بيدرسوا في اكاديميه واحده، مدرسين يعني في الجامعه يعني في البرتغال. وهو بنجادة كان له دور كبير في الترشيح ده، وهو اللي عمل التواصل حتى لما جابوا على السكايب مع احمد مجاهد مع المهندس احمد مجاهد يتكلموا. ده امبارح كانوا قاعدين امبارح. احمد مجاهد ساب القعده اللي انت حضرتك عارفها وقام داخل هو وفنجادة في اوضه كده. ده كويس، هو لازم كده. فده الدور اللي لعبه فنجادة. انا شايف ان كوبر كان بيدافع كتير ليه، يعني كوبر كان هو على راس القادمون، حتى ان في شائعه طلعت انه قدم استقالته من الكونغو عشان يسخن ويجي، وحتى هناك شائعه انه اسامه نبيه كان هيقدم استقالته من الزمالك على اساس خلاص التحضير خلص. كان في وجبات كتير قوي بتخلص وهتتقدم على السفره، بس في حد فجاه راح لاغي الوجبات دي. فانا شايف ان الوجبه الساخنه المصريه بقياده الكابتن الكبير حسن شحاته كانت جاهزه، ووجبه كوبر كانت جاهزه، ويبدو ان اولي الامر ازاحوا هذه الوجبه وتخلصوا من هذا الكوبر حتى لا يرضوا هاني ابو ريدة كاملا، لان هاني ابو ريدة انت عارف ايه، معجب ومغرب كوبر بكوبر قوي والتكوينه كوبراوي اللي حواليه، واخد بالك. وفي برضو حد مهم وكويس وصادق وامين ومؤمن بحسن شحاته انه مش السعد على المنتخبات، وهو جايبه من مساحه مش السعد، وانه راجل عنده خبرات كويسه، ودي حقيقه كابتن حسن طبعا. طبعا هو بس هو انا يعني مش عايزين نحصر حسن شحاته في انه مش السعد، بس هو مدرب كبير جدا. لا وقدم يعني قدم طبعا قدم يعني مدرب كبير جدا قدم ورائع. طيب فالاثنين دول انا رايي ان في حصل زي مقصه
ده انت عايز ده لا وانت عايز ده لا. وبدأنا نبحث عن بدليل ايه ان كروش ده ما هوش مخطط ليه من بدري. يعني لو حد قال لك ده مخطط ليه من اسبوع ومش عارف الكلام ده ما حصلش. لا 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 هو كان معروض بس من اربع ايام. ايوه وبدأنا نخش في كروش. انا شايف ان كروش بيحلم ان هو يروح كاس العالم عشان يبقى المره الخامسه. فنجانه يعني كان التصفيات الخامسه دي يعني لو وصل كاس العالم بمصر يبقى المرة الخامسة ان يوصل منتخب لكأس العالم وده يبقى انجاز كبير يعني لبلاد متعددة يعني. فهو عنده الدوافع عنده الدوافع عنده اللعيبة طبعا عنده اللعيبة طبعا. انا مؤمن بص ان مصر فيها لعيبة كتير جدا 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 وعلى مستوى عالي. هما ليه المنتخب بيظهر بأداء مش خلي بالك مش وقت حسام البدري احنا لوكال يا لا احنا طول عمرنا يعني مش وقت حسام البدري احنا طول عمرنا تفكيرنا لوك محلي قوي ضيق. احنا ولا تفرق معانا منتخب ولا بتفرق معانا اي حاجه. اهلي وزمالك يفرق معانا الاهلي والزمالك وبعد كده ب 20 خطوه يجي المنتخب. المنتخب بنلتف حواليه انت من البطولات المجمعه مفيش كوره غيره فنبدا نبص عليه. يعني النهارده هو اكبر هجوم حصل على في ماتش جابول على 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 حسام بدري انه قعد سطر لعيبه الزمالك بره. يعني اول مره الجمهورين يتفق ما حدش بص على الماتش ازاي هو غيره وازاي لعب هجوم وازاي لعب راسات حربه طوال القامه وازاي تخلى ولعب بثلاث مدافعين ما حدش بص على حاجه خالص. هو ايه بس وايه ده هذا سطر الزمالك ده كله قاعد بره. طارق حامد وعبد السيف عام حوالين عمر جابر يلعب هو انت بتلاعب عمر جابر وكله عارف يقول لك عشان الراضي محمد صلاح وفي حاجات كتير. بس محمد صلاح ما بيتدخلش يا استاذ انا بقول لك ما يحدث في الحياه ما فيش نجم ما بيتدخلش بس عشان ايه نتفق يعني بالحياة. يعني صلاح بيتدخل ميسي بيتدخل ايوه بيتدخل في التشكيل والنجوم الكبار في الانديه بتاعتنا بتتدخل. صلاح لا بيتدخل ولا بيتكلم خالص الراجل ملتزم لا ما عنديش فكره بقى لا انا بس انا اقول لك على حاجه كل نجوم مصر الكبار بيتدخلوا في الفرقه وده مشروع مش غير مشروع. طب انا اقول لك على حاجه معظم المديرين الفنيين في مصر الاهلي والزمالك دايما ياخدوا اراء اللعيبه الكبار اللعيب الكبير بيخاف على اسمه وبيخاف على سمعته وبيخاف انه لازم ينتصر. لما بيجي يدفعوا حد جديد سواء افريقي اجنبي شاب صغير لسه جديد لازم ياخدوا راي الكبار عشان يشيلوه. يعني طبيعي ان صلاح يتاخد رايه طبعا طبعا طبعا. طيب مش عايز افوت الجهاز المصري اللي موجود واللي هيجتمع بكره مع احمد مجاهد ماله ضياء وشوقي والحضري حاجات كويسه ثلاث نماذج طيبه يعني انا متفائل بيهم لان ضياء عنده خبرات تراكميه وراجل متزن وعاقل وذكي كمان وبيفهم في الشغلانه وتعامل بعد كده قبل كده مع برادلي مثلا بالظبط ومسك منتخبات قبل كده فهو عنده خبرات. شوقي ده حاجه يعني قادم يعني ده انت بتقدم جيل جديد والحضري عنده خبرات انا رايي ان هو عنده خبرات تراكميه كبيره يعني ده اهم حارس جه في تاريخ مصر طبعا هو يعني الحارس الاسطوري يعني. الا بقى الحته بتاع المدير الاداري انت قلت ان مفيش يعني بركات هيمشي ومش هيجيبوا حد طب انت ايه مش هيجيبوا حد لا والله ما هيجيبوا حد انا بس انا في راي تاني يعني انا المعلومه اللي عندي كده لا المعلومه اللي عندك مصدرها صح بس في واحد تاني ممكن يقول لك لا لازم نجيب مدير اداري ده مين الواحد ممكن يقول لك انا بقول ممكن يقول لك نجيب ايهاب الهيطه لا 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 ولا سيد الهيطه لا لا هو احمد مجاهد مش عايز احمد مجاهد مش عايز مدير اداري بس هو محمد بركات اتظلم لانه هيشغل محمد صلاح والمجموعه بالظبط على فكره محمد صلاح والجهاز الاداري مينا هم اللي شغالين مميزين جدا بس جداً. انت دايما بتبقى محتاج واحد فايتر واسم كبير وعنده لغات كتيره عشان في العلاقات الخارجيه خلي بالك المساله مش واحد يشيل ما هو ضياء السيد عنده لغات لا بالنسبه للمدير يعني المدير دايما بس بيعمل يعني باستثناء بركات هل انت شايف حضرتك ان بركات اتظلم؟ هل شايف ان طارق مصطفى اتظلم؟ مفيش حد اتظلم ما اذا كان حسام البدري مشي
اللي هو يعتبر عليه اللي هو رأس اتظلم سؤال بدري. انا رأيي الشخصي ان التوقيت ما كانش مناسب لإقالة الجهاز الفني. يعني توقيت انا كنت ضد التوقيت يقعد لحد ما مش فكرة الناس عايزة يقول يا عم يمشي وخلاص يا عم. طب بكرة انا خايف على ماتشين السودان عشان كده بقول لهم طب بسرعه دمشتوه بسرعه. ماتشين ليبيا انا ايه موضوع السودان معايا؟ مش عارف انت بتحب انا بحب السودان معلش بحب السودان جدا السودان وليبيا وبحب ليبيا لان دول بلاد الجوار. طبعا دي بلد حدودنا معاها او دي مش بلاد الجوار سوري. طيب هل انا لو سالت حضرتك سؤال وانت يعني على درايه كبيره هو انا ممكن يعني دايما يقول لك هو ليه المدرب الاجنبي لما بيكون بيدرب الانديه ولا المنتخبات ما بنعملوش حفل تكريم؟ بلاش حفل تكريم. انا بتكلم مع حسام البدري لان انت اول لما تقول حفل تكريم لحسام البدري ده يعني انت بتعمل هو الادب كده الاخلاق كده. لكن ما هو ما ينفعش يمشي عادي يعني لا هياخد شرط جزائي ولا ما تم تسريبه ان هو انت بتضحك ليه؟ انا بص اسلام احنا لا بنعرف نشارك بعض ولا نناسب بعض دايما ايه نتخانق بكل حاجة. يعني مثلا حسام بص أنا حضرت في النادي الأهلي تكريمات لكل المدربين اللي مشوا في عهد محمود طاهر واخد بالك؟ مفيش مدرب يمشي حتى في الإخفاق إلا ما تعمل له حفل التكريم. هو دي الأخلاق دي القيمة اللي أنت بتقدمها. والنادي الأهلي بشكل عام يعني في عهد محمود طاهر أو كل العهود يعني على مدار تاريخ الأهلي دي لغة من لغاته يعني ايه دي سمه من سماته ان انت الراجل اشتغل معاك لازم وهو ماشي اخفق شكرا مش عارف لازم تقول له حاجه انما ايه لازم نطلع بعض غلطانين لا انا هو ما اشتغلش كان بيغيب اصله ما جاش امبارح اصله في يوم كان وجبه زياده يا عم ايه خد سندوتش يا عم ابعت شكرا يا استاذ بدري على الوقت اللي انت قضيته معانا ويجي اتحاد الكوره لان ده مدرب وطني في الاول وفي الاخر ماليش انا دعوه بالخزعبلات اللي حصلت او التكتيكات اللي حصلت او النوايا اللي كانت عايزه تشيله من قبل ما يجي وهو شغال كان في نوايا انه يمشي كان في طبعا امال ايه كان في تفاصيل ايه بقى التفاصيل كان في كوبر فعلا امال ايه اسال محمود فايز هو عنده تفاصيل اعتقد لانه كان المفروض يجي مع الجهاز ما جاش اي جهاز الجهاز الفني اللي كان هيجي اللي هو مين؟ اللي هو المفروض كوبر ومحمود فايز وعصام الحضري والمجموعه دي قبل الجابون بدري قبل كل ده من قبل من قبل انجولا كان في حلم كبير ان كوبر يجي يعيد وصلنا لكاس العالم. انا مبسوط ان كروش جه في حاجه واحده ايه حكايه؟ عايز اقول لك على حاجه ان كروش لما جه حط زنق احمد مجاهد وزنق هنا بوريده مع احتفاظي بألقابهم ده مهندس طبعا هنا بريده الدنيا ومهندس عبد المجاهد زنقهم ان هم لازم ينجحوا وهم عندهم وسائل النجاح بالعلاقات الكبرى اللي موجوده من خلال المهندس هنا بريده طيب. راجل مسيطر على الكره العالميه هيقدر يساعد كتير في نجاح هذا الرجل. طيب هختم بـ 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 في الجزئيه دي بثلاث حاجات. ايه حكاية الجلسة اللي حصلت ما بين حسام البدري وهنا بوريدة في الساحل الشمالي؟ الله العظيم انت بتجيب حاجات انا شرفني شرفك انا اعرف الكلام ده. ايه حكاية الجلسة اللي حصلت انا شرفني ما بين انا اعرف منين؟ طيب يعني استاذ جمال انا اعرف منين حاجات جميلة انت هيقولوا تفاصيل جلسة حسام البدري مع هنا بوريدة في احد القرى الشهيره في الساحل غزاله في غزاله اسمها غزاله خلاص بقى ده اعلان كده ربنا اعلان ايه يخرب بيتك انا شرفني بالحاجات دي يلا بس عشان عندنا حاجات كتير عايزين خلص هم لا هو ده وضع طبيعي ان هم كانوا يقعدوا يتقابلوا كان كابتن حسام بدري في الساحل واتصل بيه كابتن هاني انه يجي يشرب مع القهوه وبيقول له يعني انا جاهز اساعدك في كل حاجه شوف انت عايز مني ايه اقدر اعمله للمنتخب ماشيك امتى المواعيد وبتاع مش عارف هتخلص يا استاذ جمال بس عشان عندنا حاجات كتير عايز ايه ده كلام ماشي ده كلام مجاني ايه الموضوع؟ قال له لا كلمه بعض في الكوره والله
والله بجد ما اتكلموش في يعني في البصره. قالوا انا سامع ان انت في اتجاه انك تمشي. ده حسام البدري. لا ده الكابتن هاني قال للكابتن قال له حسام البدري. قال له انا سامع ان في اتجاه ان انت تمشي. وهنا ابو رضا ما يعرفش. لا ده قال له انا سمعت. سمعت يعني هنا ابو رضا اتفاجئ. في اتجاه انك هتمشي. فاتجاه انك هتمشي ومش عارف كان لسه بقى يعني لسه ماتشات. ايوه. يعني كان لسه مفيش انجولا. المهم ان هنا ابو رضا ما لعبناش انجولا لسه. يعني ما لعبنا. المهم ان هنا ابو رضا طمنه في القعده انه قاعد. لا ما طمنوش، قال له في اتجاه انك هتمشي ومفيش قبول شعبي وكذا كذا كذا كذا. قال له مين اللي عايز يمشيني؟ قال له فلان. احمد مجاهد. فلان الفلاني. واخد بالك؟ بس هو ده اللي حصل يا اسلام. كفايه بقى. طيب. كفايه بقى. مش هتكلم تاني في الموضوع ده. طيب سؤال تاني. لا والله ما في حاجه. طيب فيما يخص مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت. وانا عارف انت راجل بتفهم في الامور الفنيه وليك يعني حواديت مع الجوهري يعني وغيره يعني. اللعيبه اللي موجوده واللي لعبت الماتشين اللي فاتوا او الفتره اللي فاتت هم نفس المجموعه اللي يتم الاستعانه بيهم في مباراتين ليبيا؟ يعني مباراتين ليبيا محتاجين لاعبين خبرات ولا محتاجين لاعبين عندهم دوافع جديده ولا حضرتك شايف ايه؟ محتاجين لعيبه كوره اللي هم لعيبه الكوره العاديين اللي هو لعيب كوره مكتمل هيعرف ينفذ خطه مدربه كويس هيبقى واخد راحه سلبيه الفتره اللي جايه ويخش يعمل معسكر قبل الماتشين. لازم يعمل معسكر قبلها ب 10 ايام عشان يبدا يحفظ المدرب ده عايز ايه. كل الكوره العالميه يعني بتتمحور في 4-2-3-1 بكل مشتقاتها ومشتملاتها. طب لو قلت لي عندنا لو قلت لي تشكيل المنتخب الانسب من وجهه نظرك مين؟ انت عندك يعني عندك خط دفاع ازعم ان هو في حاله ثبات. الونش وحجازي. الونش وحجازي دول اساسيين. انت ربنا ابتلاك بالايه باك رايت اللي اتعور اللي هو تم اختياره اكرم توفيق اللي هو اكرم توفيق ماشي. عندك انت بلاش. انا ضد فكره اشرف ايمن اشرف ده باك ليفت خالص. انا ضد الفكره دي لانه ايه فكره ما هياش يعني هو مش مجديه. هو نسيها. انت عندك باكات ليفت عندك عبد الشافي نمر واحد في مصر. عبد الشافي عبد الشافي يعني حسام البدري غلط لما ما استعانش بعبد الشافي. انا دي وجهه نظري. عبد الشافي احسن واحد واخد بالك ده رقم واحد في مصر كباك ليفت. راجل عاقل متزن قوي بيعرف يغطي كويس بيعمل اوفرلاب اكتر من رائع. عنده حماس مخلص راجل بتاع الشغلانه. هو بتاع الشغلانه. يعني اذا كان الزمالك عايز يكرم حد والله العظيم كده يعمل يروح عامل درع للاخلاق فلازم يكرم محمد. الاثنين اللي في نص الملعب هو عنده في وسط الملعب الهاف ديفندرات عنده مجموعه مش هيعرف يخرج عنها. يعني مش عارف ما تعرفش تفتكس. هو عندك طارق حامد وعندك النني وعندك السليه وعندك حمدي فتحي دول ايه الاربعه؟ اختار لي اتنين منهم. اتنين منهم حسب ما هتلعب. انت عايز تلعب في مصر هتكسب هتحط اتنين فوق بعض. يعني ايه مش جنب بعض؟ اتنين واحد قدام لو واحد لو طارق والسليه مثلا. يعني مثلا هتلعب السليه بمهام هجوميه عشان يشوط على الجون وهتلعب طارق حامد بمهام دفاعيه. واخد بالك؟ ولا النني عايز تقلب ده كله وعايز تكسب وتريح دماغك لعب واحد بس وليكن طارق حامد ولعب جنبه عبد الله السعيد. واخد بالك؟ فكره ان قفشه وعبد الله السعيد ما ينفعوش مع بعض الفكره دي انا ضدها. يعني فكره ان ايه؟ ان الملعب بيشيلش غير اتنين. والقصه دي اتعملت قبل كده في ماتش الاهلي والاسماعيلي 4-3 نهائي الدوري اللي كان في اسكندريه. حصل خناق ازاي نلعب علي وليد صلاح الدين نلعب مع بعض؟ ازمه كبيره قبل الماتش وخناقه لا ما ينفعوش ومش عارف ايه وحصل ازمه لحد ما حسمها. وليد قاعد زعلان. طيب الثلاثه اللي قدام لعب وليد ورضا عبد العال في الملعب ده وعملوا اجمل سيمفونيه. الكره الجميله هي كره المجديه. تصدق بالله انا كان امنيتي اشوف مصطفى فتحي في الملعب.
بعد ما عوده اتملى وبقى قوي وبقى يلعب جيم كتير الفتره اللي فاتت، كان حسام البدري مدي اوردر لمصطفى فتحي ان يروح عند علاء شاكر يلعب جيم وهي يشيل حديد عشان اكتافه وعشان الالتحام، عشان كده هتلاقيه هداف، بقى هداف في سموحه وبقى قوي في الالتحام. انا كان نفسي اشوف واحد زي مصطفى فتحي. طيب الثلاثه اللي قدام طبعا صلاح، صلاح اساسي وقفشه اساسي، والناحيه الشمال رمضان ولا كهربا ولا كهربا يا ريت يرجع. كهربا ده مشروع لعيب كبير بس طبعا خلاص واقع مش عايز يصحى قدام ولا محمد شريف يبقى على الطرف ومصطفى محمد يبقى محمد شريف على الطرف. على الطرف ومصطفى محمد، ومحمد شريف كده كده بيروح على ايه بالطرف، بيروح داخل على راس حربه يبقى راس حربه تاني. يعني محمد شريف احسن حاجه فيه انه بيجي بالطرف يبقى راس حربه تاني. تقدر تعمل ده، يعني تقدر تعمل ده. ممكن تلعب زيزو واخد بالك مكان محمد صلاح وتدخل محمد صلاح جوه، ودي شغلانه محمد صلاح. محمد صلاح من لعيبه الزئبقيه اللي بيتحركوا على الخط كله بالعرض، مش لعيب ثابت المراكز. سيبك من ليفربول، انت بتتكلم على هنا تعرف تلعب صلاح على الخط كله، فانت عندك حلول وعندك لعيبه كتير. احنا ناسيين لعيبه كتير، وفي مصر فيها لعيبه كتير جدا جدا جدا. طيب كويسين ويقدروا يكسبوا ليبيا هنا وهناك، رغم التفوق الليبي الرائع السعيد. انا فرحان بليبيا قوي، ان جزء من الاستقرار السياسي ليبيا هتبقى كره القدم، وانا فرحان بيه. طيب الكل انشغل في المدير الفني واختيار المدير الفني ونسي وقعة مصطفى محمد. بعد الفاصل هاخد رايك في مصطفى محمد، وبعد الفاصل الكواليس اللي دايره داخل نادي الزمالك. ما حول الله. وداخل النادي الاهلي. ده بعد الفاصل. هنروح لتقرير الاول عن راي الناس في اختيار كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب. المنتخب المصري لازم يبقى عنده مدرب اجنبي، ما بينفعش معاه مدرب مصري صراحه، لان المدرب الاجنبي هو اللي بيعرف يلاعب اللعيبه في خطط في كل الحاجات دي. فاتمنى المنتخب يبقى احسن في الفتره اللي جايه، لانه شكله اصلا كان في الجابون وانجولا صراحه مش هو ده منتخب مصر اللي بيخوف كل افريقيا. هو حلو الصراحه يعني عجبني، بس هو لما كان بيدرب ريال مدريد وكده يعني كان حلو. بالنسبه للمدرب الجديد، هو مدرب عنده فكر تمام، عنده تجارب برضو مع السعوديه والامارات، هيقدم البرتغال وكولومبيا تمام، هو كده هيأدي في المنتخب. تاني حاجه، انت عندك محتويات في المنتخب ما كانتش موجوده قبل كده، عندك في لاعب محترف، عندك مثلا نجم الدوري الانجليزي صلاح، ده لازم مدرب اجنبي عشان يعرف يتعامل مع اللعبه المحترفه دي. بص، هو ممكن يبقى احسن من حسام البدري عشان مثلا مش هيجامل اللعيبه، هيتعامل معاهم احسن، اكيد عنده فكره. طالما لعب في حته، طالما كان بيمرن فرق زي البرتغال، منتخبات زي البرتغال والسعوديه وايران، يعني اكيد هيبقى احسن من حسام البدري. اختيار خاطئ طبعا. المنتخب دلوقتي في اشد الاحتياج لمدرب وطني، وغير اللي هو يكون مدرب وطني يكون عنده الحماسه اللي كانت ممكن تبقى موجوده عند حسام حسن. اللعيبه محتاجه حد يزرع جواها حب المنتخب، الغيره عن المنتخب. ما هو كان في مدرب وطني بس كان في اختلاف، يعني كان في الوان، متهيألي كده كان المنتخب الوطني ده كان باختيار بالالوان ابيض واحمر والكلام ده كله. المنتخب مش عايز الكلام ده كله. هو مدرب طبعا ما حدش يختلف عليه، اي حد في مصر مدرب كويس، مدرب منتخبات كتير، جنوب افريقيا على سبيل المثال درب الريال مدريد في 2003 و2004، في الفتره الاخيره درب منتخب كولومبيا، ممكن ما حققش نتائج كويسه، ممكن يكون مدرب سي في قوي مع المنتخبات لكن الانديه ملوش نجاحات كتير. لكن اتمنى طبعا بالتوفيق والجيل والمنتخب اساسا كخامه لعيبه كويسه جدا. الموز يعتبر منتخب مصر عنده حاجات كتير. لسه مكملين مع الاستاذ جمال عاصي. استاذ جمال سريعا عشان نتكلم في الاهلي والزمالك. مصطفى محمد لازم يتحاسب، ملهاش علاقه، ليه علاقه بالسلوك العام واسم منتخب مصر واتحاد الكوره، ملهاش علاقه انه مع فلان وفلان. بدليل كهربا اتعاقب عشان كوبر، وكوبر مشي
ومع ذلك كهربا الغلط اللي غلطه في كوبا في كاس العالم ها اتعاقب عليه وكوبا مش. واقول لك على سر، حتى احمد فتحي ومحمد عفشافي تم عقوبته لانهم يعني ايه خرجوا عن سياق صاموا الست البيض صاموا الست البيض كاس العالم السحور فسحروا وصاموا في ماتشات، فطبعا ايه ده خرجوا عن سياق المنتخب. طيب. الزمالك وعلى فكره فكره المنسق الاعلامي اللي هي هتعمل دوشه في المنتخب اللي جاي هتتلغي خالص، مفيش منسق اعلامي. هو منسق اعلامي لان فكره المنسق الاعلامي ما دي بيتكلم زي الفل. لا المنسق الاعلامي ده مهم لما يكون في حد بقامه وقيمه، مثلا ياسر عبد العزيز اساسا صاحبي شاطر وكويس وحابب الشغل اللي اشتغلها قبل طبعا كده. انما لما يجي بقى ايه واحد بيشتغل في بتاع ده قال لك لا مفيش مش هيعملوا منسق اعلامي خالص. واخد بالك؟ طيب. الزمالك ماله؟ الشيكابالا العقوبه عقوبات يعني معروفه يعني عقوبه شيكابالا خلاص هم من بان من الحوار اللي بين المهندس احمد مجاهد والاستاذ حسين لبيب، حوار اللي هو كان رخو قوي كده وطيب قوي ما كانش في حد حتى زعق فيه، باين ان الموضوع 8 شهور فكره 8 شهور غير الماتشات 8 شهور ما فات منهم شهر 3 شهور قصدك لما كان او كان الاول قد ايه لما كانوا 8 شهور طيب ما شهر خلص واخد بالك؟ ففكره عقوبه شيكابالا هي انا شايف انها عقوبه ايه يعني بالونه كبيره وبعدين في الاخر خلصت يعني فمش يعني هيلعب شيكابالا بسرعه يعني ولا نفس شيكابالا يعرف دوره ما يلعبش دور تانية يعني انت النهارده في حاجه اسمها ايوه بس هو كابتن الفرقه يا اخي كابتن الفرقه في فرق بين كابتن فرقه فرق بين مدير كوره وفي فرق بين مدير اداري يا جماعه احنا عايزين نفهم التخصصات كويس طيب ماشي ما هو كابتن الفرقه مش هو مسؤول اللي خلاه يروح يا استاذ ما هو الراجل حكم على الاستاذ عمرو اديب يا استاذ كابتن الفرقه ده برضه احنا عندنا مسؤوليات مغلطه زي ما تيجي تقعد مع ايه رئيس نادي معين ماشي يقول لي على فكره انا اللي رحت اجرت الاتوبيس لعيبه بس قلت له تبقى فاشل قال لي قلت له والله تبقى فاشل ما انت شغلتك عندك اداري هو اللي ياجر نفس الحكايه الكابتن شيكابالا ده مين رئيس النادي لا مش تقدرش تجرب انا مش هقول لان كنا بره مصر ساعتها فالمهم ايه يعني شيكابالا ما هوش دوره برضه يلم طب هيعمل ايه وزن لعيبه ومال انت مال هو شغلك كابتن الفرقه ما اللعيبه بتروح له يا جدع مفيش الكلام ده مفيش يا جماعه هو كابتن الفرقه طب يعني هو دور في حاجه اسمها مدير هو دور احمد مجاهد انه يقف عند الباب برضه ما انا بقول لك بقى هي ادوار مغلوطه في الكوره بقى الكوره دي هو الكوره دي كل واحد بيلعب دور مش دور هو يا جماعه المؤسسات احنا الدوري المصري دوت ليه الختام بتاعه ما دي تاني مره تحصل ما بيبقاش يعني مع الاهلي والزمالك حصل مره كهربا وفضل وشد ايده ومش عارف ايه وقال له بركات اللي لمها وجاب كهربا وقعد مع فضل رغم ان وقتها نادي الاهلي نفى وطلبوا من اتحاد الكره يشيل البيان والقصه دي والمره الثانيه شيكابالا مع احمد مجاهد عشان برضه ايه بص شيكابالا مالوش علاقه بالقصص دي كلها ما هو لو في تنظيم يا استاذ جمال المدير العلاقات لا شيكابالا هيروح ما هو يا ابني انت لازم ولا كهربا يا عم ما طول عمرك كان في تنظيم بيجي سين علاء عبد العزيز ده كان بيجي يعمل ادي قبلها يا جماعه رئيس اتحاد الكرة بيجي على المشهد بس رئيس الاهلي بيجي على المشهد كان سمير زاهر وسمير عدلي والناس دي كلها بتنظم بالظبط لازم كل واحد يلعب دوره انما عندنا هنا كله ايه معلم يعني مصابي. هو ليه المشاكل دي حصلت انا ما كنتش بشوف ده ايام سمير زاهر جميل. ما كنتش بشوف دوت ايام التخصصات بقى حلوه التخصصات كويس كل واحد بيلعب دوره يعني المدير الاداري بيلعب دوره مدير الكوره بيلعب دوره مدير العلاقات العامه في اتحاد الكوره والفرقه الثانيه يلعب دور برضه دي تقاعس ادوار اللي هو كل واحد يبص على حاجه الثانيه يا ابني كل واحد يلعب دور فانا سالت من شيكابالا ليه؟ انت مالك؟ ما في مدير كوره هات مدير الكوره بص كابتن فرقه هات مدير الكوره قول له اللعيبه مش عارفه تخش هو يتصرف مدير الكوره مع المدير الاداري مع مدير هم يتصرفوا انما انا اتعب نفسي واروح على الملعب
واجري اجيب لعيبه واشيل مش اي عم انت نجم كبير. ايوه هم متعلق اللعيبه متعلقه في شكل. لا طيب خلاص خليها بلدي يبقى بلدي خليها ماشيه بلدي. لا ما مش بلدي هو اللعيبه متعلقه هو لو لقى تنظيم يا استاذ جمال كلنا ايد واحده يا شيخ. لا لو لقى تنظيم مش هيروح بس دي الدنيا بسيطه يعني. خلينا عايشين حوار حوارش كبالة حوارش كبالة. رؤيتك لي في ايه شيكابالا في ايه حواره في ايه حواره مع عمرو اديب حوار كويس جدا اول مره يعني شيكابالا يطلع علينا بكلام طيب وكويس وفي وجع في وجع اهل النوبه واهل اسوان اللي هم طول الوقت حاسين بمظلوميه مش حقيقيه يعني انا بحب النوبه ومنحاز لها طول عمري وبحب الاسوانيه بشكل عام بحب البشره السمراء لان ليا فيها اصدقاء كتير قوي وليا فيها احباء كتير وانا من زوار الجزء الجنوبي ده انا بحب الجنوب بشكل عام ومعاهم على طول شيكابالا يعني انسان كويس جدا بس بيفقد كل حاجه بتدخلات ملوش فيها هو كان كويس قوي في حوار عمرو اديب على فكره يعني اتكلم كويس وصيغه كويس وتاثرت بيه لما بكى صراحه يعني. طيب. لان بكاء شيكابالا اللي بيتكلمه شيكابالا ما بيعرفش يمثل طب لانه كان في مواقف كتير يكسبها لو بيعرف يمثل البعض قال ان هو كان بيمثل ما ينفعش ما يعرفش ما يعرفش اللي شيكابالا ده الصدق عنده ساعات بيغرقه شيكابالا كان هيمضي في الاهلي او كاد ان يمضي في الاهلي مع عادل القيعي في منتخب الشباب بالظبط ومعتمد زعل واج وماج وكان الاهلي نفسه يبقى شيكابالا من ضمن الصفوف وخلي بالك دي حقيقه اللي الناس ما تعرفوش ان الاهلي حصل على توقيع شيكابالا في فتره من الفترات وشيكابالا تراجع عن التوقيع يعني تراجع في الاخر لان ده مشكله نفسيه بص الحبه السمراء في الجذور في الروتس كلها كده عندهم ولاء ووفاء للارض والطين والمكان بشكل وجغرافي بشكل غير عادي انا 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 زعلت من النجم الكبير احمد الكاس في معركه زي دي هو كان بيلعب في الزمالك وهيجدد واول ما راح الاولمبي في زياره طلعنا قعدوا حواليه بتوع النادي وانت والنادي هيغرق ولو ما رجعتلوش تاني وكذا ضيعوا عليه اهم فرصه في عمره في التجديد برقم غير مسبوق ساعتها وفكره الولاء والوفاء والانتماء للامي طيب هقول لحضرتك تاكيدا بس الموضوع الولاء والانتماء هو شيكابالا بياخد كام مع الزمالك؟ انا ما ماليش علاقه بالفلوس لا لا انا بسال بس حضرتك انا ماليش علاقه بالفلوس انا بس هاكد لك موضوع الولاء والانتماء شيكابالا لازم لازم شيكابالا انا بس عايز اكمل اتفضل شيكابالا له دور عشان ايه ده نجم جماهيري ومحبوب انا مش دوري طول الوقت ان احنا نلعب مع الجمهور انا دوري ان احنا نوقف فوق الجمهور عشان كده نفسي واحد زي هو قال قفشه صاحبي ها قفشه صديقي راح الوقت لو حضرتك تفتكر لا الكارثه اللي ربنا طبعا يعني لا انا نفسي بقى الفتره دي يعني راح الفتره دي الفتره دي فتره اللي هو الزعيق المصطنع احيانا او الزعيق والهيصه اللي شغاله دي لازم تتطفى يعني يا جماعه لازم كله يجري يطفي لان الجماهير لو اصطدام الجماهير مع بعضها وفي ناس عماله تغذي الروح الانتقاميه عند الجمهورين لازم بسرعه بسرعه يجي واحد زي قفشه وواحد زي شيكابالا ويجي زيزو ويجي السلية الشناوي ويجي لازم ست لعيبه ينهضوا بالجمهورين بسرعه في الايام الفاضيه دي بس احنا للاسف بقينا نخاف نواجه يعني الادارات بقت تخاف تواجه بمبادره خايفه من السوشيال ميديا وخايفه من الجماهير مع ان المبادرات دي يعني حبيبي دائما برضه هرجع تاني وسط الزعيق الصارخ في سينما القرن الماضي بالذات في التسعينات ها وافلام وكاله البلح والمذبح ومش عارف ايه كل الزعيق ده راح طلع نور الشريف عملوا حبيبي دائما على جنب كده سابوا الهيصه دي وراح عاملين حاجه لافلي وجميله واحد من اهم الافلام في تاريخ السينما المصريه كلها اللي كان بيقول لك الناس لا عايزه كده لا الناس طلعت عايزه كده هو اختير الفيلم دوت ان هو واحد من اهم الافلام
في 100 سنة سينما وقت لا هو من ضمن من ضمن طيب من ضمن. شيكابالا بس هقول لحضرتك معلومة، شيكابالا لا يتقاضى أجر في نادي الزمالك، ما عندوش يعني ما عندوش عقد سنوي، بيشتغل بأكل وشرب يعني. لا بيشتغل بالمكافآت لأن هو عليه فلوس والناس ما تعرفش ده، لسه هيتعمل له عقد يعني عقد جديد، لكن هو بياخد مكافآت مباريات اللي هي ال 50,000 وال 100,000 ظالما ومظلوما. واخد بالك يعني في جزء هو مظلوم وفي جزء هو ظالم لانه ما عرفش يدير مؤسسته، مش مؤسسه شيكابالا دي. طيب. الجميله هو ما عرفش يديرها. الزمالك في انتخابات، الزمالك عنده مشكله الاول هو كروسو هيكمل اسمه كارتيرون هيكمل ولا مش هيكمل؟ والله كارتيرون كان عنده عرض كويس، انا كنت قلت في بدايه الحلقه ان في مدرب اجنبي اتعرض عليه المنتخب وكان مرحب او تم استطلاع رايه وكان ما عندوش مشكله. مين ده؟ هو كارتيرون. هو كارتيرون هيكمل مع الزمالك ولا والله إيه؟ كارتيرون عنده عروض من هي بره. عروض ولا خناقه الاول بس عشان نركز، مين هينتصر في معركه، جنش ولا كارتيرون؟ كارتيرون. يعني جنش هيمشي؟ هي مش جنش، هي شيكابالا ولا كارتيرون، نقول التعبير. طيب مين على جنش؟ هي مين هنتصر؟ جنش لما اتخانق مع كارتيرون في اوضه اللبس الخناقه الشهيره لما في اوضه كارتيرون في الاوضه، فقال له انت احتياطي والتاني تعدى عليه كل هذه التعديات ماشي، واسامه نبيه وقف يتفرج ولم يتدخل. دلوقتي في جنش عنده ناس شكبالة كتير بتحميه عشان ما يمشيش، عنده شيكابالا لا اقوى من شيكابالا شويه ماشي ايه بيحموه عشان في شقه من شيكابالا، في اقوى من شيكابالا في الزمالك بره الزمالك في رئيس سابق بيدافع عن جنش، وفي هنا اسامه نبي نفس الحكايه الراجل عايز رئيس سابق اللي هو مين؟ الرئيس قبل كده ده بيحب جنش ماشي ضغط، واسامه نبي ها عنده واحد حمايه ثانيه مش عايزه يمشي لان الراجل طالب ايه؟ يمشي ده ويمشي ده، هل هيقدروا ولا الراجل اللي هيمشي؟ لا هو انا معلوماتي ان الاداره واخده قرار ان جنش هيمشي. اسامه نبيه؟ لا اسامه نبيه عنده مشكله. ما هو الراجل طالب جنش اسامه نبيه يمشي. اسامه ما انا بقول لحضرتك اسامه نبيه، بس اسامه نبيه برضو الاداره مقتنعه بيه. طب خلاص ربنا يخلينا الاداره. لا انا بقول لحضرتك ما هو مين اللي بياخد ولا القرار؟ ولا استاذ ممدوح عباس؟ ايه؟ ولا مستر ممدوح عباس؟ يعني ايه؟ السنة عارف هو ممدوح عباس ايه علاقته؟ لا ممدوح عباس راجل قيمة وشخصية مهمة. ايوه هو في نادي ايه علاقته الزمالك بإدارة الزمالك؟ هقول لك علاقته ايه؟ بص يا أستاذ اسلام، اللجنة المؤقتة دي أعظم ما فيها إنها فاتحة مع كل التيارات، ودي حاجة تتحسب لها ما تحسبش عليها. وأنا ما أقدرش أنحي موقف ممدوح عباس بالمساهمة والمساندة لهذا الفريق بتاع الكوره والمساهمه مع اسامه نبيه ومع شيكابالا ومع المجموعه دي. طب ما ده كويس، دي حاجه كويسه. هنا اسامه نبيه انا رايي انه مش هيمشي عشان الاداره وممدوح عباس مش عايزين يمشي. هل كارتيرون هيمشي ولا مش هيمشي؟ ده السؤال. السؤال الثاني، انا شايف ان اللجنه المؤقته دي بتشتغل فاتحه على كل الناس وبدات تفكر او بدات افكار الانتخابيه. انا عايز اقول كلمه قبل ما انسى، في راجل اسمه فاروق جعفر كل فتره يطلعوا عليه اشاعه بالظبط. انا رايي ان فاروق جعفر من اخلص المرات اللي اشتغل فيها نادي الزمالك هي المرات دي. لا هو انا ضد كمان مشتغل يعني في الكوره شغل غير تشويه الرموز كمان ايوه التشويه فاروق جعفر دي ده متعمد، لان فاروق بينجح نجاحات غير عاديه وعمل شغل كتير قوي في الكوره وله مواقف ايجابيه مع اللجنه او مع الكيان نفسه. بالظبط. انا شايف ان في يعني ده سر تفوق الزمالك، الناس مش واخده بالها ان الزمالك اللي اتعرض لكل الهزات دي. بس في جمله انت قلتها في النص ان ممدوح عباس والاداره وديت ايحاء ان ممدوح عباس هو اللي بيدير. لا ما بيديرش، رغم ان اللجنه فيها قامات قامات كبيره لا جدا. لا بيدير، لا يعني على راسها طبعا حسين لبيب قامه كبيره، حسين لبيب محمد الاتريبي وهاني برزي، كل دول اصحاب ايه عندهم خبره. يا هنرجع لورا بقى نقول اصل الحدوته ايه، هي المجموعه الاقتصاديه جت ازاي يعني؟ ايوه جت ازاي؟ ما انا قناعاتنا برضه ما اعرفش. لا انت عارف القناعات بتاعتنا
قناعاتنا من الاصل في المجموعه دي كانت برضو كان لينا راي. حسين لبيب لو نجح يعني انا ما كانش لينا راي في اختيار حسام المندوب والبدر والاتريبي والمعرفش المجموعه الاقتصاديه. طيب فانا مؤمن بيهم. انا بقول لك انت دايما مؤمن بفكره المجموعه الاقتصاديه انها طبعاً تبني الكيانات الكبيره او تبقى بتدير المؤسسات الكبيره كده. يعني من وقت طبعا المهندس محمود طاهر. لا مش من وقت محمود طاهر. الزمالك هقول لك على حاجه. الزمالك هات كده 30 40 سنه هتلاقي كل اللي بيديروه شخصيات عامه. يعني هتلاقي كوره قليلين قوي نجوم كوره. يعني مش هتلاقي نجوم كوره كتير لان معظم نجوم الكوره بيروحوا ايه؟ بيروحوا التدريب. الاهلي متمسك طول الوقت بنجوم الكوره في الرئاسه. يعني 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 صالح سليم عمل النموذج ده ومشي وانكسر في فترات وتغلس اخرهم. مثلا الكابتن محمود الخطيب كان نجم فوق العاده كان رئيس النادي الاهلي واخد بالك. انا انت عايز تروح الانتخابات الاهلي قبل ما اروح عشان بس وقت تقول الانتخابات عشان لازم اروح للاهلي انتخابات. سيد لبيب لو نزل انتخابات نادي الزمالك ينجح ولا لا ولا عنده لا مين لا خليني في حسين ومين هقول لك مين هو خريطة الزمالك ماشيه ازاي. اتفضل. حسين لبيب بقى رقم في المعادله دلوقتي بس رقم في المعادله الشعبيه ولا حزب الكنبه ولا داخل الـ الـ المربع الزملكاوي نمره واحد لان في فرق في الانتخابات. يعني حازم امام مثلا لما تيجي تحطه هو شعباوي يمكن حزب الكنبه يقف مع اكتر اللي هو الناس اللي ايه تعرف حازم امام اي حد يقف مع حازم امام حازم امام رقم في المعادله وكل الناس حازم امام رقم في المعادله حسين لبيب بقى رقم في المعادله احمد سليمان عنده تجربتين مهمين جدا وناجحين اللي هو عضو مجلس اداره ثم مرشح للرئاسه في وقت صعب جدا 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 وقدم رقم جديد في الانتخابات وكاد ان يقفز على كرسي الرئاسه لولا اشياء اخرى. طيب وفي المعادله هاني العتال دول موجوده موجود في المعادله. بس هاني العتال مش هيدخل رئيس مش على الرئاسه بس بقول لك في المعادلات يعني قوه انتخاب وفي جاي وفي المندول حسين هيبقى يعني حسام متمثل في حسام المندول حسام طبعا شخصيه كويسه وعندهم تاريخ كويس انت عارف وفي خالد عبد العزيز انا لسه مبارك له دلوقتي قلت له شكلك انت بقيت رئيس نادي الزمالك اشمعنى والله لسه بريك دلوقتي شفته في فرح زميلنا استاذ ابراهيم منيسي كان فرح بنته والله على لاعب كره استاذ ابراهيم منيسي ما عزمنيش معلش الف مبروك يا استاذ ابراهيم لا ولاعب كره وربنا يتمم لل ده بنت جميله طبعا للبنوته وربنا يا رب يبارك لك فيها محمد سالم مهاجم العرب فببارك لل نعم العريس محمد سالم مهاجم محمد سالم نجم المقاولين حد وكان نجم الزمالك محمد سالم واستاذ ابراهيم المنيسي ببارك له وببارك لبنته يعني لان من الناس المحترمين حسين لبيب رقم في المعادله رقم في المعادله بس دايما الفتره الجايه القوائم الانتخابيه هتحدد كتير قوي من نجاح الرئيس لان مفيش رئيس هينجح سولو. الرئيس باتنين امين صندوق نائب وامين صندوق دول يعني شخصيات اللي هي ايه شخصيه اقتصاديه تقيله طيب تبقى امين صندوق شخصيه تقيله تعرف تدير دول مهمين قوي. الباقي بقى بتشكل انت بقى واحد من كوره واحد من هاندبول واحد مش عارف ايه بتعمل التشكيله العجيبه الغريبة. اخيرا النادي الاهلي كويس ماشي وعندي شقين سريعا عشان فاضل لي خلاص اتفضل رقم واحد الصفقات الناريه اللي اتعملت خلال الساعات اللي الايام اللي فاتت هل هي يعني توقيت الاعلان عنها علشان الخساره في من الدوري الممتاز ولا ده طبيعي؟ انا شايف ان الخساره من الدوري الممتاز بتنم على ان المجتمع الرياضي واقف على رمال سخنه يعني بيعلي حاجات من غير لازمه
وبيفطس حاجات وما بيعرفش يحتفي. أثبت النادي الأهلي أنه لم يحتفي ويحتفل بالشكل الكافي لبطولاته. الأهلي حقق بطولات كتير قوي ورا بعض تك 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 تك، ما لقاش حتى يهضم ولا بطولة. يعني ما هضمش الحقيقة. فعشان كده أما هي يضيع الدوري فده يا جماعة مش حد ينتصر بالضربة القاضية. عملوا من هذه الهزيمة الأهلي قبل الزمالك. الأهلي عمل مهزيمة إنها يعني جرم وفعل فاضح. عادي خالص، ده أنت كسبان كل البطولات اللي دخلتها. هتقعد بقى تصي موسيماني وقعدوا يعاقبوا موسيماني وقعدوا يحاسبوا موسيماني، والسوشيال هو برضو اللي ما قناش الأهلي ببطولاته، لأن زي ما قلت لك السوشيال ميديا بيبحث عن الخطية، ما بيبحثش عن الإنجاز. فعشان كده أنا بزعل ليه؟ أنا زعلان ليه؟ يمكن أنت حضرت موقف لما بقول لك كابتن محمود الخطيب، يعني ايه؟ ما انت محمود الخطيب، انت براند لوحدك طبعا، والاهلي براند كبير. مش السوشيال. اخر سؤال، السوشيال الخطيب اللي حرك النادي الاهلي في انتخابات الاهلي اللي جايه. الخطيب ناجح لحد دلوقتي وماشي كويس، وازعم ان هو لو نزل انتخابات يعني المنافسه هتبقى معاه ضعيفه، بس مش هيبقى فيه اقبال اللي هو اللي احنا معتادين عليه بتاع اول مره. هيبقى الاقبال اقل في عدد الناس اللي هتروح. في كلام كتير في جزئيه الانتخابات في الاهلي والزمالك. كتير لازم يبقى. لا في كتير قوي. في يعني تفاصيل، بس يعني لان الخناقه في الاهلي مش في الرئاسه. لا تحت الخناقه في النائب وانت قال عمري وخالد مرتقي لا ده كتير قوي حتى في الشباب. لا فلازم هنعمل حلقه خاصة بانتخابات استاذ جمال عاصي. انا بشكرك ومتعتنا واستمتعنا بيك، وعندي رسائل بتشيد طبعا بارائك وبأخبارك وبمعلوماتك. الناس كلها ودايما تنورنا وتشرفنا. انا بشكر كل اهلي واخواتي واصحابي وشعبي وجمهوري اللي بعتوا لي رسائل كتير جدا انا ممتن ليها، وبعتوا لي على هذا الجهاز اللئيم حاجات كتير قوي حلوه، وبشكرهم ان هم تقبلونا الفتره دي واستحملونا واستحملوا اللي هنقوله. يا رب نكون قلنا حاجه مفيده وما غلطناش في حد ولا جرحنا حد ولا اذينا حد. الكاتب الصحفي الكبير جمال عاصي بشكرك. بكره حلقه جديده في البريمو مع النجم الكبير الكابتن التاريخي للنادي الاهلي شادي محمد. تصبح على خير.